إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن تزويد المراهقين بالمعارف البيولوجية في مرحلة البلوغ من 13 إلى 14 سنة. يعني بقي عندما يصل المراهقون إلى هذه السن أن يكونوا قد تمت تهيئتهم للبلوغ وعلاماته، ومناقشة الأم أيضا، مناقشة الأم عن بدء الحيض مع البنات وإعلامهم بأنه جزء من نموهم الطبيعي. وكل البنات طبعا سيبالغون في هذه المرحلة، يعني ممكن البنت تبالغ وتخاف من هذه المرحلة وتتوتر. أيضا ممكن في هذه المرحلة بعد البلوغ الطبيعي تعليمهم النظافة الشخصية في الحيض، كما يعني كما أن الأم تطمن الفتاة في حال وجود اضطرابات طمثية مثلا في الحيض أو شيء من هذا. أيضا تأخر البلوغ وبدء الحيض عن سن تقريبا 18 سنة. طبعا إذا لا تعاني الفتاة من نقص واضح يعني بالتغذية مثلا أو أي شيء من هذا الموضوع، مثلا تخص التغذية أو الوزن أو الأعراض الجسمية، ممكن يستوجب أيضا هنا استشارة الطبيب المختص في هذا المجال. أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.